تتعدد الأسباب والناموس واحد في هذه اللحظة في هذه المسارات في هذه الانطلاقة. أودع للسلطنة هذه الكاس ونحملها هنا من خلال هذا المسار عبر الأجواء عبر اللقطات الساحرة هنا من هذا العالم من هذا العالم الساحر، متابعة مباشرة إلى المركز الأول. ألي ديلي ألي ديلي حمد بن سالم بن حمد ألي ديلي، ميدان الأبيض ميدان الأبيض كما يقال، منجم السبق دائما في كل التنافس والتحدي والإثارة. سلام يا سلطنة عمان، سلام يا السلطنة، سلام التحدي، سلام يا الأبيض، سلام يا ليديلي، سلام عليك يا أسباب. ما شاء الله وتبارك الله، الكأس إذن لأسباب وأسباب للهديلي. إذن هنا المركز الثاني الشامخة سالم كبيدش من علوبة العامري المركز. السابح ولكن سماري 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 العملاق العيناوي وبن نصر قادم والعطية قادم وأيضا بن حفصان، ولكن بنيريو 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 روح للشداد روح للفوز روح للرمز، يسبح في كل ميدان يسبح ولا يخاف الغرق يسبح ولا يخاف من النواميس، لأنه ابن الوثبة ابن الوثبة يبقي الوثبة يبقي الوثبة بنواميسها برمزها بشدادها. بو عمر بو عمر بو عمر تهانينا لك يا ابن ريو يا عبد الله يا ابن ريو يا محمد يا المنصوري على فوز السابح في المركز الأول، ما خيب ظن المرشحين. الذي سجل حروف من ذهب في هذا الموسم ودخوله في هذا المجال، شعار اللورد متواجد أيضا في الأشواط. نرجع إلى المقدمة نرجع إلى مقدمة هذا الشوط، وضح على المقدمة وضح الدور بن عجلان بن عجلان عند خط النهاية عند السيارة. مرحبا يا وضحة للسيد علي بن سالم بو عبيد بو غفيرة العامري، ظفر بالناموس ظفر بسيارة هذا الشوط بهذا الأداء الجميل. دير بالك يا أبو ظفيرة القدوم من شهب اليامي قادم على ظهر شهب، لكن 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 اللحظات الأخيرة وضحة شهب وضحة شهب وضحة شهب. على العموم بنشوف 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 وضحة ولا شهب، اللحظات الأخيرة شهب ووضحة. سلام يا أهل راشد بن علي المتعافي المنصوري، وصل يا سلام زيزوم زيزوم، منطقة الأعلام منطقة الأعلام الغالية منطقة الفخر الكبير. الله 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 الله، أيضا هنا ملزوم ملزوم عبيد بن راشد بن علي المتعافي المنصوري المنصوري على الصدارة، يحمل الرقم واحد وموقعه في المركز الأول، ولكن الزعبي الزعبي يحرك مع صايد من الزاوية الأخرى لسعيد بن بطي بن محمد، الزعبي يتواصل هنا ويغير المركز الأول. سلام يا الزعبي سلام على هذا الأداء الكبير التحدي المثير هنا مشاهدين الأعزاء. السلام إلى الأشقاء في دولة قطر على فوزي صايد سعيد بن بطي بن محمد الزعبي، بينما المركز الثاني ملزوم لعبيد بن راشد بن علي المتعافي المنصوري. المركز الثالث الوصول هنا من العابر محمد بن سعيد بن ثامر المنصوري. المركز الرابع
الله الله يا هال الهير، الله يا هال العين، الله يا ابناء الامارات، في يوم في يوم في يوم كبير، في يوم من ايام الامارات ومهرجاناتها العديد العديد. يلا يا بن شامس، يلا يا بن معتوق، يلا يا عزيز الجحافي، غادر غادر غادر. تعرف الرمز وتعرف السيارات وتعرف الزعفران وتعرف النواميس. ناموسك اليوم له وزن خاص وله شان كبير في هذا الحضور الكبير. هذه هي سرابة 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 مع الناموس، سرابة مع التحديات. محمد بن معتوق بن شامس العامري، سلام العامري، سلام سلام الهير، سلام سلام العين، سلام سلام الإمارات، سلام. المركز الثاني هنالك الوصول من شواهين محمد عبد الله محمد البطين. المركز الثالث جلاده وهزر، هزر وجلاده لمن يفوز. يا سلام طيارة من سبت هنا، من يقدم لنا هزر؟ هزر مع البداية، هزر مع المسار الأول، الانطلاق الأول، ولا ضاع الهزر، ما ضاع الهزر، ما شاء الله تبارك الله. كما ذكرت كما سلفت أن الهزر ما يضيع في مثل هذا النوع، في مثل هذا الانطلاق. سلام المزروع، سلام، أسعد الله مساك، أسعد الله مساك يا مالك هزر. سالم بن هلال بن خلفان المزروعي، من يقدم لنا هزر؟ غادر الجميع إلى الفوز والانتصار، إلى الناموس. سلام هزر، سلام، سلام المزروعي، سلام على هذا الفوز والإبداع، لحظة الوصول. مشكور يا مالك هزر، ها هو هزر، هزر ها هو هزر، الناموس هزر. تهانينا والناموس لسالم بن هلال بن خلفان المزروع، المركز الثاني. من وصلت مشاهدينا الكرام الغزيل محمد بن سالم بن سهيل العامري المركز الثالث. سراب الإنجازات على مقدمة الشوط، رصيده مليون بالإنجازات. ثلاثة سيارات، سيارة في مهرجان المؤسس، وسيارة في مهرجان الأمير الوالد، وسيارة في ختامية الشحانية. يبحث عن السيارة الرابعة، يتقدم سراب، سراب للسيد علي بن حمد بن سعيد الفهد المري. ولكن ثمين، ثمين يا بالعوضي، بالعوضي يقدم لنا ثمين على المركز الثاني. الله الله، سراب وثمين، ثمين وسراب لمن الناموس. بالعوضي بالعوضي غير في الأمتار الأخيرة والمجنونة، انطلق ثمين. محمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي، سلام بالعوضي، سلام. بينما المركز الثاني وصل سراب، علي بن حمد بن سعيد الفيدة المري. والمركز الثالث الخليجية، روح يا روح الشرقية، روح نحو الناموس في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع الكبير لدى انطلاقة هذا الشوط. هذه هي الشرقية، فهد بن رداد من أمطار الأكالي يأتي على مقدمة الشوط على المركز الأول. تحركت الأسماء، قولة الأوامر الأخيرة، خلاص خلاص خلاص، لا عذر عن الانطلاق. هذه هي اللحظات الجادة، بحث عن الفوز والناموس. الديبة في المركز الثاني، جابر بن محمد بن جابر الجلبوع المري. الشرقدية والديبة، الشرقدية الديبة، الديبة الديبة في اللحظات الأخيرة، والشرقدية صامدة صمود الجبال حتى هذه اللحظات. ولكن الديبة، الشرقدية الديبة، الشرقدية اللحظات الأخيرة، الديبة 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 تحقق ناموس هذا الشوط. تهانينا جابر بن محمد بن جابر الجربوع المري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني أتت الشرقدية، فهد بن رداد بن بطير. المركز السادس نتابع التهاب لغانم بن جاسم بن ربيعة الكواري، ينطلق مع التهاب اللي بدأت تتسلل في اللحظات الأخيرة في الخمسمائة متر النهائي. ولكن أصحاب 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 سحبت الشوط، يرت الشوط، انطلقت انطلقت في اللحظات الأخيرة. سلام 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 المدام، سلام. أسعدت مساء يا هالي ضويلة مع الأداء
الطويلة مع الأداء المثير اللي تقدمه سحابة. سلام المدام سلام، تحية واحترام مع الأداء المثير. تهانينا لمحمد بن سيف بن علي بالكليب الاكتبي. سلام سلام الهباب سلام. لحظات الوصول إلى خط نهاية المركز الثاني نوادر عايض بن هندي الدوسري. المركز الثالث التهاب غانم بن جاسم بن ربيعة الكواري. ومع المركز الرابع جدل راشد بن سعد بن طالب الشريم. المركز الخامس النصر مع الباهس. الله الله الله، اطلق العنان وتحرك اتحرك، لان بدينا في موقع السرعه. نعم عدل 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 هذا العدل. روح بس روح روح يا ولد يا ولد، روح يا الباهس روح. الله انك باهس. الله الله الله، محمد بن صالح بن نصره العامري هو المنتصر. الله الله، خلاص لا تكلمه. ركض لي فيه مو فيهن، وركضه يختلف عنهن هناك بعيد، يخليهن ولو ان طرف منهن يموتهن ويحييهن. غصب ويتوحن كلهن، غصب تاحن كلهن. وروح بالنصرة روح بالنصرة. الله الله الله، السلام 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 إلى بالنصرة. السلام عيناوي. نهني محمد بن صالح بالنصرة العامري، ونهني هل الخالدية. نقول لكم مساكم خير، مساكم ناموس، مساكم فرح ومرح. الثاني مفجر علي بن حمد أبو خميس. ليش تبي عامر بإنجازاته الشاهينية، ظافر بن فيحان بن عبد الله الرشيد. أول ندى له ولكن عودة إلى الصدارة. الخمسمائة متر الأخيرة، جولة الأوامر النهائية. حرك وروح يلي بالصدارة، يلي بالفوز هنا في أغلى مهرجانات الخليج، مهرجان الوثبة الختامي بالفعل. يأتي بهذه الانطلاقة المميزة بالفعل، فزعة فزعة فزعة. افزعت للمركز الأول سعيد بن غصاب راعي الطير العامري، مصانع الجنوب. هنا قائد مصانع الجنوب التراثية. روح يا الغفيلي روح، عبد الله بن سعيد الغفيلي. أيضا من يتابع هذا الاسم، من يرافق فزعة في المركز الأول. سلام 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 إلى أيضا سعيد بن غصاب راعي الطير العامري. لحظات الوصول إلى خط النهاية، تهانينا وناموس. المركز الثاني شاهينية، ظافر بن فيحان بن عبد الله الرشيد. المركز الثالث وصل التجار رشيد بن عبيد بن سالمين المنصوري. المركز الرابع المري. انطلقت على المركز الثاني، انطلقت إلى السيارة، إلى الناموس، إلى الزعفران، وصدرت الأوامر. والخمسمائة متر الأخيرة، وطارت الحقائق، طارت الحقائق، ولا زالت فهد عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري. والمركز الثاني، شوف القدوم من المركز الثاني. وصلت مشاهدي الأعزاء متعبة لعلي بن سيف بن علي بن سعيد المنصور، متعبة على المركز الثاني بندري. ولكن لا زالت فهد جار الله عبد الله بن جار الله النابت المري تسيطر. ولكن عادت مرة ثانية افتخار ناصر بن سعيد بن سهيل الراشدي، ينتزع ناموسي هذا الشوط الراشدي بجدارة وسيارته. هذا الشوط بعد هذا التنافس القوي بينما فهد في المركز الثاني. المري هنا هذه الانطلاقة، ضيف قادم من ميدان التحدي. هناك الوصول من قبل راهي سالم بن حمل بن محمد العمري المنطلق بالتحدي، والإثارة الوصول من قبل عفيف. هنا بريك بن سعيد بن صالح بن علي المري، ولكن الصدارة والمقدمة مع دلمود المنطلق على صدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا 300 متر الأخيرة، ودلمود من ينطلق على صدارة على المقدمة. لحمود بن زعلوب بن سالم الدرعي. سلام
سلام للقوة، سلام 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 وتحية واحترام على هذا الأداء المميز الجميل لجلمود محمود بن ثعلوب سالم الدرع المركز الثاني، وصل هنا مصيح لصالح بن محمد بن سالمين العامري، وعلى المركز الثالث وصل مصباح عبد الرحمن بن سيف. المنطلق مع منصور بن محمد بن عيسى الشعيبي الواصل والمنطلق، وكذلك كريمة سالم بيمع الرزي الشامسي الواصل والمنطلق، العودة إلى المقدمة، العودة إلى المقدمة الشاهنية، محمد بن حمد محمد بن خزينة المري الواصل والمنطلق. إلى أين الناموس يغادر؟ إلى أين الناموس يحلق؟ الله يا الشاهنية، الشاهنية الشاهنية مع المركز الأول، مع الصدارة الأولى، مع التحديات الأولى، إنها الشاهنية. محمد بن حمد محمد المري المنطلق بالخزينة المواصل والمتحدي مع المركز الأول. الله الله يا المركز الأول، الله يا الصدارة. المركز الثاني ارتياد سلطان سالم بن سلطان بن واصل الكتبي مع المركز الثاني. الله 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 يا المركز الأول والصدارة. شوفوا التحديات والإثارة، هذه لحظات الوصول، هذه لحظات القوة والإثارة. المركز المركز الثالث، الله على الثالث اللي قادم بقوة، ناصي لفهد بن راشد بن علي بن سلط بن سلعان المري، شعار بن سلعان وشعار بن مانع وشعار بن نصرة، المعركة قوية، المعركة طاحنة. الله راعي الكويت اللي بالمقدمة، الله راعي الكويت يبون يبون أيضا أنه نقطة قوية في ختامي الوثبة، واللي وصل مين اللي تسلل مسلم بن محمد بن مسلم العفاري، والعفاري قادم الله وبن سلعان، وهناك أبو دواز الشاط وين الأداء. الله 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 الله، شوفوا 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 شوف يا شوف 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 يا شوف شوف. الله المركز الأول وتقييم المراكز، وصل المختبر 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 لأحمد بن حمد بن مبارك بن دقاش الشامسي من دقاش. المنطلقة في هذه الملابس القوية، خلاص اختلطت الأفكار في بعض الأفكار في هذا الانطلاق، في هذا الإبداع القوي والانطلاق المثير. الله الله الله، مطرة 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 تاتي على الصدارة، مطرة على المركز الأول، عبد الله بن حمد بن محمد بن صلعة ياتي على مقدمة الشوط، محاولات أسياد 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 بمحاولة قوية، علي بن حويل بن مهدي العامر وصل أيضا، هناك قادة السهيل بن أحمد بن دري الفلاحي يفاجئنا بدخول أيضا ووجود قادة في هذا الانطلاق، ولكن الله الله الله، شوف الصدارة، شوف المركز الأول هنا مع أيضا مطرة، عبد الله بن حمد بن محمد بن صلعة بن دري، روح يا بن دري متابعا لانطلاقة مطرة على المركز الأول، حيوها وتستاهل التحية، حيوها وتستاهل التحية مطرة، عبد الله بن حمد بن محمد بن صلعة المركز الثاني. من يصل بانطلاقته الجميلة والتحديات والإثارة، يا سلام هناك أرى وصول آخر من ذا الحمدان بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي، وهنا هنا 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 القدوم، قناص قناص سالم بن عبيد بن سالم ألف هدى المري، ولكن الصدورة الصدور الله 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 بن سميط بن سميط من الجانب الآخر بن سميط بن سميط بن سميط، ولكن الله التحدي التحدي والإثارة هنا وانتزاع الصدارة هنا من قبل مشعل مشعل محمد بن حمد بن ناصر الحمدة النعيم، من انطلق على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، سيطر على زمام الأمور في اللحظات الأخيرة، هنا قبل انطلاق تحدي تحدي الله لمن الفوز لمن الناموس هنا، الله اللحظات الأخيرة لهب 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 حمد بن صدر علي المري، وفي المركز الثاني مشعل من وصل في المركز الثاني، مشاهدينا الكرام محمد بن حمد.
التحديات. وهذا هو ابو حمد يتابع هذا الشعار، العودة الى المركز الرابع والى الدخول، الى الدخول. الله الله، شوفوا هنا لكبروك، وشوفوا الاسماء، وشوفوا التحديات الكبيرة، شوفوا الاثارة والمتعة مع هذه التغييرات. غادرت الى المركز الاول، غادرت مع بروك حفيظ بن ناصر بسالم، الحفيظ المري مع الناموس ومع التحديات، وكذلك شقرة محمد بن عبد الهادي بسعيد المري مع التحديات الإثارة الله، وكذلك النظام المتحدة حمد بن محمد بن مايد البريصي المري، شوفوا القوة والإثارة، شوفوا التحديات والشاهنية، راشد بن بطيء الزعبي الواصل المنطلق، الضيوف 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 تغادر السيارة في حظ من الله ورعايته. سلام الشاهنية، سلام راشد بن بطيء الزعبي مع المركز الأول ومع الناموس المركز الثاني، القوة مع برو. مشغل مشغل مشغل، الموج الأزرق هنا على مقدمة الشوط، مشغل بهذا الأداء المميز. أحمد بن سيف بن مبارك المزروعي، ولكن دير بالك دير بالك يا بن فاضل، الأسماء قادمة، الأسماء قادمة. وصل الشامي، مرحبا بالشامي سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد، أحد الأسماء الخطيرة. وأيضا أشقر الجريال حامد بن محمد بن حارب الدرعي. الله الله الله، اللحظات الأخيرة، الميتين متر الخطيرة، بن مروشد بن فاضل بن حارب، ولكن بن فاضل وبن مروشد الصراع الأخير، الناموس السيارة. الله الله، بن فاضل بن فاضل ينتزع ناموسي هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك مشغل أحمد بن سيف بن مبارك المزروعي، بينما مسعود بن فهد بن سالم المكسور النابت. شوف الأداء، شوف ال... والثالثة، الثالثة هناك أيضا قدوم وتقدم من الفارس لعبد الله بن مصر بن علي بن سفران. الله، ولكن شوفوا، شوف المركز الأول، شوف المركز الأول، شوف الصدارة، شوف المقدمة، شوف المركز الأول. الله على المركز الأول وعلى الصدارة. وهنا العنود لمحمد بن جابر المركز الثاني، الثاني الثاني الثاني. الله 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 الله، انطلقت مشاهدينا إلى خط النهاية، الفارس الفارس لعبد الله بن مصر بن علي بن سفران، هذا بن سفران. سلام لقطر، سلام سلام للشحانية بن سفران، وختم أشواط الحقائق وسافرت السيارة إلى قطر المركز الثاني مشاهدينا، والوصول والتقدم من قبل